كمان معانا الاستاذ محمد سيف، عضو لجنه المتطوعين والكيانات الشعبيه. اهلا بيك يا استاذ محمد، كل سنه وحضرتك طيب، منورنا. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني بتكلم حضرتك برضو، لو تقول لنا الموقف دلوقتي فيما يتعلق بدخول المساعدات لقطاع غزه، كمان لو لديك معلومات حوالين الخطط ما بعد ايضا راس السنه وبدايه العام الجديد. يعني خلينا في البدايه فندم نتكلم على دور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، اذا كان سياسيا وانسانيا، وحقه في اقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف. يمكن مصر من اول دقيقه بتبذل مجهود يعني جبار في دخول المساعدات الانسانيه. يمكن النهارده بنتكلم ان مصر الدوله الاولى على مستوى العالم في وصول اكثر من 80% من المساعدات الانسانيه لأهالينا في قطاع غزة. يعني الوضع أكيد المأساوي هناك، محتاج مزيد من المساعدات، ولده اللي بتسعى عليه كل مؤسسات الدولة المصرية على رأسها التحالف الوطني، مؤسسة حياة كريمة، الهلال الأحمر، جميع الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية، كلها بتحاول اللي هي بتساعد بمزيد من التبرعات لأهلنا. ايوه، المتطوعين كمان بذلوا دور كبير جدا. هل لديكوا احصاءات بعدد من شاركوا في عمليات التطوع وايضا مستقبلهم في الفتره القادمه؟ يعني احنا لو بنتكلم على المتطوعين، فالمتطوعين هم ابطال الحكايه. المتطوعين هم اللي بيوصلوا الليل بالنهار. اكتر من 30,000 متطوع موجودين على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها في كل القرى والكفور بالنجوع. يمكن انا سمعت مداخله من زميلي استاذ عبد الرحمن بيتكلم ان المتطوعين بدات بنفسها من خلال حملات التبرع بالدم، وده حقيقي فعلا كانت منتشره في كافه محافظات الجمهوريه. ويمكن كمان الوضع زاد بان المتطوعين دول بقوا بينزلوا هم واسرهم بالكامل بيشاركوا في تعبئه وتغليف المواد الغذائيه وجمع التبرعات من المصريين وتوصيلها الى اهلنا في قطاع غزه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سيف، عضو لجنه المتطوعين والكيانات الشبابيه، شكرا جزيلا.